روف. كان في شاب من عيني عريقة، ما عنده لا شقيق ولا شقيقة، ربيب عواطف الأم النبيلة، يتيم البي وظروفه دقيقة. حب رفيقته السمرة الجميلة، تزوجها على صخب الموسيقى، قالت له تراعي ظروف جيلي، ما بقعد انا وامك دقيقة. وبدل ما يقول يا امي اسمحيلي، هو وزوجته عملوا طبيقة، وطردها بليل عالدرب الطويل، بكفر مفضوح وبأعنف طريقة. وما تركت للترجي اي حيلي، ليتركها بشيء وضاع طيقة، طردها طردة المرأة الذليلة، وجرح بالوالد شعور الرقيقة. وغضب الله، وبعد فترة قليلة بعت له داء من جوع الحريقة، طبيبه ما وجد له لا وسيلة، مضاله للعدم آخر وسيئة، منه ملت الزوجة التقيلة، وظنت حالها حرة طليقة، وما عادت تخدم النفس وعليلة، ونقلها الحظ من زوج العشيقة. وبقي يعاني وجاع المستحيل، وبليلي الظلمة المدفن رفيقة، شعر عجنبه مرأة جليلة، اجت تتساعده في هيك ضيقة، وتخدم دون ما تربح جميلي، انحنى عايدها بغصة غميقة، ولسمها وقال يا امي اغفريلي، ما عندي غيرك بوقت الحقيقة، انتي للوفا اشرف امتيلي، وقلبك قد ما الالام تكتر بيحمل كل الام الخليقة.